هادو هكذا اولا. وكندير الحمص هادشي بالنسبه لي باش الحمص ما يجيش ما يتقلش، كنديروا له واحد الطريقه مزيانه انتباه. اولا هادو لي في لوغي ورقة الغار 3 ولا 4، غادي نزيد شويه، مازال نزيد شويه، و الزعتر في الزعتر في هاد القضيه هادي باش كيجي خفيف. يزيد شويه ديال الرز، الخرقوم بلدي، والابزار، والسكينجبير، والملحة، والزيت البلدية، ونخلطو هادشي هذا. ها بلاتي غنمشي نجيب واحدة هاد الفوي دلوغي ورقة سيدي موسى، غنمشي نجيب شي وحدة حقيقية طرية غنجيبها ونجي. يلا ناخدو هادي زوينة، شوف نشوفو شي وحدة تكون بون كاليتي. هادي هادي مزيانة، هيا هيا كنغسلوها و اونفويي. شنو بقى دابا؟ نزيدو الماء، نصيفطو هادشي يطيب. الديسير ها هو، لحقاش وصلوني واحد المعلومات بلي ان واحد الكرفانسا عاوتاني طابت. ديك المرة كطيب وحيدة، كتوجد وحيدة ها هي، وهادي اللي كانت صغيرة راه باقا، دونك ما تزادش شي حاجة أخرى. ناخدو هادي، بسم الله، هاهي الديسير ديالنا الحمد لله. ها هو الطاجين ديالنا وجد، ديال هاد الحمص اللي وصفة جديدة واقيلا هادي. شو تبارك الله، هادشي حميصة طابو مزيان، شتي طايب، غدير الماي راه كاهما طايبين. شوف مع الخبيز يا سلام. لقات حاجة، المعلمين كيزيدو شوية ديال الحرور، ولكن ها خلينا داك التطوار اللي كياكل الحرور يزيد غير قدامو الحرور، ماشي يخلط هنايا باش كلشي يزيد وياكل بوحدو. الحمد لله كثيرا، شتي هذا واحد المذاق رائع جدا. تحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء.